خلي القم ليتس جو. ثالث اثنين ثالث هون ثالث هون قريب من المنطقة. القم يا عاد يلا يلا ليتس جو. ثالث ثلاثة يا شباب ثالث ثلاثة اوكي. يعني اوكي يا شباب على حالي انا من لما طلعت فيس كام وعم حس حالي عم بختم التحديات كلها. اي تحدي صعب عم جيبه ويلعبوا قدامكم ونفوزوا خلاص انه خلاص صار تحديات ايزي. فجبت تحدي نوعا ما مستحيل نوعا ما مستحيل يعني لو ما قدرت ونزلت هذا الفيديو فخلاص لازم تسلكوا لانه تحدي كتير صعب شباب. يعني بتخيل تلعب تكون لحالك ضد 30 لحالك ضد 30 يعني عدد كتير كبير انك تدوا 30 سوا. ما رح اقول غير بسم الله وخلينا نبدا على طول بالتحدي. لا تنسوا تحطوا لايك عشان هذا الفيديو يوصل حبه 5000 لايك انه بيستاهل يا شباب بيستاهل. اتوقع باز من افضل الاختيارات اللي بدي اختارها لهيك تحدي صعب يعني. فاحنا مشكيوتات يا شباب دغري راحوا بالزوايا. اوكي انزلوا لي من هون يا كلاب انزلوا لي. في واحد تحت وتعال تعال كيوت تعال 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 الاول ليتس جو من اولها حماس يلا. في واحد تحتي في واحد فوقي يا شباب. اوكي فرانك شكل فرانك ما ناوي يضل عايش تعال. اوكي شو في هذا؟ القم حبيبي اوه ليتس جو عندنا اثنين. لحظة يا شباب كأنه التحدي سهل. ناني وطي يا شباب من اول مرة ثلاثي؟ اوكي مرة ثانية ثلاثي مرة ثانية لازمته لتنتهي يا شباب مو مرة واحدة عرفتوا كيف؟ يلا لو خسرت مرة خلاص ما بنحسب التحدي كله بيروح. اوكي اوكي ما عليك ما عليك عندي 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 لا ناني لا 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 ارجع 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 يا حبيبي ارجع 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 ريلاكس 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 دود كم واحد هناك ليش قاعدين كلكم هناك؟ لا انا غبي ليش انا غبي اوكي اوكي ما علينا ما علينا سيج اول شيء القم ليتس جو استنى واحد تعال فرانك تعال تعال شوي 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 يا حبيبي ناني روح خلاص روح حالك ناني غبي ناني ناني اوكي اوكي شوي 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 خلاص فرانك خلاص كيف تضرب اوتو ايم شوي بدي بس العب بالسوبر شباب بس لعبت السوبر لا لا يا الله شوي فرانك بلعب بالسوبر ما اغباني دود دود اوكي من بدايتها شكله صعب اوكي مين ضدي ليون ساندي روزا اوكي ليون وساندي ايزي لو نطيت عليهم بالسوبر بس روزا حيكون صعب شوي لانه دمها عالي هلا مين في هون في شلون الحجي؟ واو 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 ليش في ثلاثة هناك مكمبرين؟ معلش اعرف ليش في ثلاثة مكمبرين هناك؟ مش اذا بعرف مرقين جايبين تشكيل تاريخ جايين يلعبوا فيها حرفيا. اوكي بس خليني العب منك السوبر شوي انت. القم عاد. لا لا يا الله روزا يا الله روزا يا الله زقني بطيئها للزفت روزا. اوكي شباب شكلنا بنقلب الفيديو لو توصيل كوس باز صفر كاس. ليتس جو صفر كاس باز. انا لما اجت فكره هذا الفيديو ببالي عرفت انه حينقص كثير كوس خلاص انا اصلا شخص ما بيهتم بالكوس كثير يعني مين يهتم بالكوس ب 2021 مش كذا بهذا الماب بس يتر على النص خلاص انت بعداد الموتى عداد الموتى عداد الموتى كلت نشبت اوكي اوكي ريلاكس نجاوب ريلاكس اللي قلتي معرق قتلوهم قتلوهم يا شباب اوه ليتس جو كيف قتلت كوليت واو يا شباب وهي رايحه بالسوبر تمام نطيت عليها بالسوبر واكيد ستان لازم ما تلعب اوكي دمجهم هو فانا حستناهم يهيلوا عشان ما يصير غش اوكي ثلاثة ضد واحد فحستناهم يهيلوا هوب ليتس جو اثنين يلا موت ليتس جو يعني يا شباب اول جيم اثنين فازوا صعب فازوا فما اتوقع حزف فوز بس والله يا شباب كان جيم روعه يعني قدرت تفوز عليهم اوكي اوه هي تشكيله ايزي يا شباب بازو داينامايك ايزي بام حتطول شوي بس لو خليتها اخر شيء بيقدر الجمله وفي واحد جاي لهم يلا يلا تعال 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 يا حلو يا اخي ليش تشغلها اذا مالك جاي باز لقم والله كان حيلقم بعد هيك انت يا اخي بام مزعجي بشكل مزعجي ليش ثلاثه جايين يسار يعني ليش ثلاثه جايين يسار تفرقوا شوي تفرقوا شوي هذا حلو دايناميت هذا دايناميت لحاله دايناميت لحاله تعبي هالسب عاد لا حول ولا قوه الا بالله يا الله باز معرق باز معرق الخطه يا شباب انك تعمل هيك هلا تمام تدرب لعندهم ما بعرف ليش بشكلها حركه اوبي بخافوا منك هيك وقت تكون مبين معرق كثير بصير يخافوا منك ايمز غبية اوكي خلينا نخصم ايمز غبية اول شيء اوكي في كلب تحتي هون بس اخلص من بارلي يا شباب كل شيء بصير حلو
وين؟ والله يا عرفان عرفان عم يستدرجني عشان اقرب ابها ونطعم تاذني. هاي بارلي، طيب تعال بارلي انقم ليتس جو. قتلت اثنين، تالت هون، تالت هون قريب من المنطقه. القم يا عاد، يلا يلا ليتس جو. قتلت ثلاثة يا شباب، قتلت ثلاثة. اوكي جيم الثاني، جيم الثاني. ريلاكس نجاوب، ريلاكس. بتقدر بتقدر نجاوب، بتقدر. اوه ايش لهون؟ وات كمان شلون؟ وات ذا ف شاب. انا رحت اجبت عليهم تركوني بالتليبورت. اوكي القم تعال على السريع على السريع على السريع. امز يلا. لا ما اموت يا رب. اوكي روحت السوبر بس عشان اهرب. اوكي لقمت الثانية يا شباب، الثالث الثالث الثالث. ريلاكس 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 بام. اهرب 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 اهرب. رب الاجهزة يا شباب فادتني بشكل كبير. اوكي بام راحت هناك، خليني اجيها من هون. بام خلاص لا تعرق لا تعرق. القمة القمة ليتس جو. قوتك ثلاثي لعبتي يا شباب، تعريق لعبتي. القموا القموا كؤوسكم ما في اي ما دخلني. القموا اوكي شباب، المرة اخذت ليون، ليون كؤوسه 674، ف 674 المفروض يجدنا عالم اقوى من الابلون. فعشان ما تقولوا لي ان ضدك كان نوبس ومش عارف ايش، ليون كمان بيجدهم ما عندي مشكلة، وليون خاصة انه قوي بالنوك اوت. مورس اتروك ماكس بحاله. القم وين بالفخ؟ غبي غبي وربي غبي. اوكي هلا لازم نروح على بايبر. اوكي شوي شوي على بايبر. جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. هيوب انقم. ايه لا 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 اوف الظل. ليتس جو ليتس جو. الظل يا شباب اكل الضربة عني، لو ما اكل الضربة انا كنت لاقيم والله كنت لاقيم. فما انه معي السوبر فوضعي سليم. لا 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 ضيعت السوبر بالحرام، ضيعت السوبر بالحرام. لا لا دود انا غبي، ضيعت السوبر بالحرام. كعبيت السوبر ليتس جو. اختفي هون هيك. كيف بالله عليك تقلي كيف؟ بالله عليك تقلي كيف؟ بس شوف بس شوف شوف ضربة بايبر معرة يا شباب. ضدنا ضدنا واحد رافع بايبر 2000 يضرب ضربة حظ تجي علي وانا كابس السوبر. اوكي ناقص نص سوبر يا شباب، نص سوبر وبقدر اجيبها. مولتس وين؟ هون السؤال. يا الله بايبر لا تصير مزجي، لا تصير معرق هلا. لا 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 يا الله كانت تستدرجني عند مورتيس. لا اول شيء في ادجار، ادجار ما حيكون مصيبه كبير لانه ادجار غبي. كل شيء كل شيء بياخذ ادجار يا شباب بيكون غبي، انا عندي هيك القناعه هاي. اوه الشباب يا الله عم يلعبوا تشكيله بوناني. يا الله هاي تشكيله الكلاب، حرفيا تشكيله الكلاب. اكره التشكيله يا شباب بشكل، لانه تشكيله الرفع الايزي. هربوني يا شباب. اوكي حد يجي يلا حد يجي ما حد يجي. هاي بو هاي بو هاي انكم انتوا اجهزتك الزفت. لا 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 يا الله مورتيس مورتيس ليش يكبر؟ حد يقول لي ليش مورتيس ممكن يكبر؟ حد يقول لي يعني مبينين انا لحالي عم بلعب مبين ليش تكبر؟ يعني يا يعني ربي حركات وسخه اسمها. تعال بو تعال تعال يا حلو. اوكي مات الاول وادجار فوق ومورتيس كمان مكبر فوق. يلا كالعادي مورتيس كالعادي مورتيس. يا الله يا الله من مورتيسيات، يا الله كميه مورتيسيات. جيسي ما حتعمل مشكلة كبيرة إذا عبت السوبر، وإيتوس كمان نفس المشكلة بس لو عبت السوبر أنا لقمت. تعال إيتوس تعال. يا الله إيتوس. لا اهرب 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 اهرب. هربوني هربوني. ليتس جو. أوكي 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 ريلاكس نجاوب ريلاكس ريلاكس. تستطيع تستطيع. واحد واحد يا شباب واحد واحد لو سمحتوا واحد واحد يعني. بيل يلا. بيل بيل يا شباب ثلاث ضربات اثنين. كيف هيك؟ كيف ممكن يصير شيء زي هيك؟ والله انتقم القمي. اوكي اوكي جيسي هلا دور جيسي دور جيسي دور جيسي. اوكي ابعد الظل هيك. لا 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 جيسي لا. ايه ليتس جو. ريلاكس ريلاكس نجاوب ريلاكس ريلاكس ريلاكس. اوكي عادي شباب عادي ايزي 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 ما عليكم ايزي. هلا 8 بيت هون فكر حلو. القم القم 8 بيت القم. اوكي اخر جيم يا شباب يلا نقدر نقدر نقدر. اوكي نقدر ريلاكس. هلا في بيل وجيسي و8 بيت، بيل وجيسي و8 بيت. هلا روحنا عليهم هيك. بيل حتموت اول شيء بنخصم بيل. بيل ماتت بس لا محطوط عليه اللعنه. يا الله محطوط عليه اللعنه تبعت بيل. اوكي حتسبب مشكله كثير كبيره لانه اي دمج يجي عليه حلقم منه. ايه ليتس جو. ريلاكس 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 ريلاكس.
اوكي 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 اذا ما نختفينا هيك ايه يلا ليتس جو شباب ديم قتلت ثلاث يعني كلهم معرقين لا تقولوا لي قصهم 600 ب 600 والثاني 300 اوكي ما اختلفنا ابو ايت بيت بس يعني اثنين معرقين يا شباب حرفيا تعريق كامل تعريق كامل يا شباب خلاص ما عندنا انا مزح بعرقن هيك بعرق فهذا اكثر من هيك ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو اذا بكم فيديوهات صعبه اكثر وتحديات اصعب حتى مع عقوبات يا شباب يعني لو ما زبط التحدي اكتبوا لي عقوبات مع تحديات بوصف عشان نعمله بالمستقبل اكثر لانه يعني انا مستمتع بشكل كبير لانه جاي عم بعمل اشياء ما حدا عم يعملها من قبل فهذا اكثر من هيك اذا بكم تستشغلوا القناة لايك اتو فور مشاهدي لماذا نحن هنا سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني برم برم